صباح الفل عليك يا مريهان، وصباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. الان احنا موجودين في حديقه البدع، وهي اكبر الاماكن المخصصه من قبل اللجنه المنظمه والفيفا للمشجعين. حديقه البدع تتسع لاكثر من 80,000 مشجع. خليني اقول لك يا مريهان، يعني رغم اقامه المباراه المرتقمه ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الارجنتيني في الواحده ظهرا بتوقيت قطر، الثانيه 10 بتوقيت القاهرة، لكن الحقيقة شفنا أعداد كبيرة من المشجعين سواء السعوديين أو الأرجنتينيين يتوافدوا على هذه الحديقة من أجل مشاهدة المباراة عبر شاشات عملاقة مخصصة للمشجعين. خليني أقول لك أيضا يا مرهان، رغم أن المباراة بتجرى اليوم، لكن كان في هناك مباراة أخرى سواء كانت مساء أمس أو صباح اليوم، عندما طافت جماهير السعودية وأيضا جماهير الأرجنتين شوارع وميادين الدوحة، كلا منهما يحمل أعلام منتخب بلاد، وكنوع من الدعم والمؤازرة للمنتخب قبل هذه المواجهة المرتقبة. أيضا يا مرهان، يمكن وصل مساء أمس وصباح اليوم 6,000 مشجع سعودي عبر البر، وأيضا 4,000 عبر الجو عبر رحلات اليوم الواحد. الحقيقة يمكن المنتخب السعودي جاهز تماما لهذه المواجهة المرتقبة، صفوف الفريق مكتملة، سلمان الفرج خلاص تأكد جاهزيته وما تردد عن إصابته على مستوى الكتف، لا أساس له من الصحة. الجهاز الطبي أكد أن سلمان الفرج جاهز وأصبح سليم 100% للمشاركة في هذه المباراة. يمكن كنا استطلعنا أراء عدد كبير من الجماهير السعودية حول صعوبة هذه المباراة، لكن الحقيقة الجماهير اعترفوا بالرغم من صعوبة هذه المواجهة الصعبة، لكن أكدوا أن منتخب الأخضر السعودي أو الصقور السعودية قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتين. أيضا يا مريهان، لأول مرة في تاريخ مسابقات كأس العالم، اللجنة المنظمة وافقت للجماهير السعودية على عمل تيفو سيتم رفعه أثناء نزول فريق المنتخب السعودي إلى أرضية ملعب لوسيل الذي سيحتضن هذه المواجهة الصعبة. الملعب لوسيل بيتسع ل 80,000 مشجع، وهو أكبر ملاعب المونديال الثمانية اللي هتستضيف مباريات المنتخبات ال 32 اللي بيشاركوا في هذه النسخة الاستثنائية مونديال قطر 2022. أخيرا يمكن وصل أيضا عدد من نجوم المنتخب السعودي اللي شاركوا في النسخ الخمس الماضية في كأس العالم، كنوع أيضا من الدعم والمساندة للمنتخب السعودي. قبل ما أختم معاك يا مرهان، يمكن المنتخب السعودي بيقيم في منطقة اسمها سيلين، يعني تبعد حوالي 80 كيلو متر عن قلب العاصمة القطرية الدوحة، لكن الفريق رجع امبارح ودخل في معسكر بأحد الفنادق القريبة بمنطقة لوسيل على أن يعود لسيلين عقب نهاية المباراة، مباشرة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني. يمكن دي كانت أبرز الأخبار والكواليس من داخل حديقة البدع، وهي أكبر الأماكن زي ما أنت قلتي المخصصة من قبل الفيفا للمشجعين لمتابعة مباريات كأس العالم. والآن تعود لك الكلمة الزميلة العزيزة مرهان، تفضلي. يا مساري كل الشكر ليك، واكيد مجهود كبير جدا بنشكرك انت وكل زمايلنا عليه، وان شاء الله النهارده تكون يعني من الايام المفترجه بالنسبه لمنتخباتنا العربيه، يكون في حظ يعني وفير ليهم سواء بالنسبه للمنتخب السعودي، ومواجهه اكيد قويه امام المنتخب الارجنتيني الساعه 12، ولكن يعني نسبة وتناسب ومقارنة على أرض الواقع أكيد مواجهة المنتخب التونسي أمام المنتخب الدنماركي تبدو بعض الشيء ممكن تكون أهون إلى حد ما.